كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي عشان نسأله ونفهم منه ونستفسر منه، هو اللي يقول لنا طبعا من واقع خبرته. يا كابتن ناصر، طبعا في البداية صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك نهوان، وصباح الخير عليك كريم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هقول في البداية هارد لك لينا، يعني كنا نتمنى وكان عندنا أمال كبيرة جدا إن احنا إن شاء الله نصعد يعني للنهائي كمان، لكن قدر الله ما شاء فعل. خليني أروح مع حضرتك للشق الأهم وقصة هنا الأداء التحكيمي. من وجهة نظرك كابتن ناصر، هل شايف إن في أي جدل تحكيمي ولا المباراة بالأمس كانت مباراة يعني خالية من أي أخطاء تحكيمية؟ اتفضل. زي ما حضرتك قلت يا نهواند وكريم قال ان خلينا نقسم المباراه الشوط الاولاني. الشوط الاول النادي الاهلي مش عاوز اقول اقل من 3 اهداف ضاعوا، يعني كانوا كافلين بان المباراه تنتهي في الشوط الاول. صحيح. 3 اهداف صحاح، النادي الاهلي مسيطر على المباراه، النادي الاهلي لعب كره الشوط الاول، لعب كره جميله جدا جدا، كلنا زعلانين طبعا وكنا نامل النادي الاهلي يفوز في مباراه امس، ولكن الزعل الاكثر على الحكم المباراه، الحكم البولندي مارتينيال. انا هتكلم كتحكيم يعني بعيد عن الاداء، وهتكلم كتحكيم في الشوط الاول. يعني مفيش محلل شاف الدقيقه 6 يا نهواند امبارح ركله جزاء واضحه وضوح الشمس كانت كفيله ان هي لو اتحسبت كانت غيرت مجرى المباراه تماما. احنا بنتكلم كتحكيم، كل محللين امس المباراه راحوا للدقيقه 6 حادث محمود كهرباء. انا بسال سؤال، يعني هي الماده 12 في القانون، هو حضرتك مش عارفها ان لما يكون في دفع بنسميه دفع المنافس بهذه القوه؟ يعني احنا لو معانا الماتيريال بتاعت الحلقه ديت هتلاقي اللاعب رقم 15 جاي من مسافه وبيقفز وبيدفع محمود كهرباء اللي هو كان اقرب للكوره. اولا هذا اللاعب ما عندوش فرصه اللعب ولا عنده فرصه التنافس غير ان هو عمل مخالفه تستحق احتساب ركله حره مباشره داخل الصندوق تبقى ركله جزاء. الغريب يعني هواند وانا بتكلم، لا امبارح الحكم افسد المباراه بامانه، والله والله بامانه انا حزين جدا على هذا الحكم. وقلنا دايما ما تلعبش على تاريخك التحكيمي، انت كنت حكم وحكمت كاس العالم ولكن تاريخك التحكيمي ده تحطه في السي في، انت بتتقيم على كل مباراه بتلعبها. امبارح ركله الجزاء قدامك وانت شايفها كويس قوي قوي والدفع موجود واضحه وضوح الشمس، بتقول العب على اي اساس بتلعب؟ صحيح. وبعدين الفار موجود، الفار ما تدخلش ليه برضو يا كابتن؟ ما لجأش اصلا. هقول لك انا هوندو يا كريم على مفاجاه، اتفضل. الفار شخصيه ضعيفه ما كانش يجرؤ يجيب الحكم، ودي مشكله كبيره جدا جدا لما يكون الفار ضعيف. يعني ايه يعني ايه الجمله دي اصلا؟ لا انا مش فاهمه، يعني ايه اصلا الفار شخصيه ضعيفه؟ هقول لحضرتك، اولا الفار هو بولندي برضه، لما يبقى الفار حاسس ان الحكم اللي موجود في الملعب حكم ليه اسم كبير وادار كاس عالم وادار نهائي اوروبا، هنا بيبقى يعني قدرته وفهمه للقانون اقل بكتير من الحكم، وبالتالي بيضطر ان هو يمشي مع قرار الحكم حتى لو هو مش مقتنع، حتى لو هو مش مقتنع. طب الفريق المتضرر بقى وضعه ايه في حاله زي كده؟ ان انت عندك حكم شاف حاله واضحه وضوح الشمس وما احتسبهاش وفار ما تدخلش، احنا لا نملك غير الاذعان ولا في كان اي سبيل تاني؟ انا بتكلم يا كريم، انا بتكلم بامانه، الحكم افسد المباراه امبارح، اخطاء التحكيميه كانت سبب رئيسي، وبقول والله سبب رئيسي في ان الاهلي يخسر. الاهلي ضيع اهداف وما كانش موفق، بس انت المفروض كحكم تديني حقي، يعني انا بقول دقيقة 6 ركلة جزاء لو تم احتسابها وكان المفروض تتحسب دي كانت ممكن تيجي صحيح. هدف، يعني بنسبة 90-95% كانت غيرت تماما شكل المباراة. صحيح. هدف للنادي الاهلي في دقيقة 6 بيدي روح للاعبين، بيدي قتال للاعبين، بيدي يعني عاوز اقول ايه؟ امل في ان هم يلعبوا، ولكن لما تيجي انت ما تحسبش ركلة جزاء في دقيقة 6، طيب ما حسبش ركله جزاء. لا انا عايز اقف هنا ثانيه بقى يا كابتن ناصر، لان المشهد كان كالاتي، هو كهربا كان واقف الكاميرا جاي عليه مستغرب وبيبص لكده والتاني بيقول له العب، وطبعا اللعيبه بتاع فلمانسي يعني هم زي ما بيتقال عنهم هم لعيبه اصلا في الاول كره في الشارع في الاول وفي الاخر ده البيز يعني، فهم فاهمين الحاجات دي فقعدوا يلعبوا اللي هو ايه بسرعه يلا بسرعه، يعني اللي هو نعدي الموقف ده بسرعه. انا ما عجبنيش، يعني تحس ان الموضوع مش بروفيشنال ابدا. حضرتك فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا انا فاهم، انا فاهم كويس قوي قوي قوي، هم عاوزين يستأنفوا اللعب السريع، لان هم لو استأنفوا اللعب السريع الحكم ما يقدرش يرجع. ده مش لعب بروفيشنال ابدا يعني. ولكن بص يا نهواند،
انا كحكم زي ما قلت هو مشكله الحكم ده ايه؟ الراجل ده نازل الملعب بيلعب على تاريخه التحكيمي، مش مهتم بالمباراه، حاسس المباراه بالنسبه له مش كبيره، وبالتالي يعني عاوز اقول ايه، هو اللي عاوز يعمله يعني هو اللي عاوز يعمله امبارح عمله، هو امبارح كان بيشتغل بمزاجه، مفيش حد بيحاسبه، لا هذا الحكم انا بقول اهو لو هذا الحكم تم محاسبته المفروض يتوقف. ليه؟ مش مجامله للاهلي ولا تحيز. تعالي نروح لحاجه مهمه، اولا انت ما حسبتش شكل الجزاء في الدقيقه 6، ركله جزاء صحيحه الكهرباء كانت غيرت المباراه تماما مع الاهداف اللي ضاعت. اكيد الفريق المنافس ما كانش قوي يا نهاوند النادي الاهلي امبارح، دي حقيقه. على الاقل على الاقل والله لو في توفيق المباراه دي تخرج 3-0 او 4-0.